أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما هو أفضل الصيام؟ هل صيام الاثنين والخميس، أم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أم صيام داود، أم يصوم الإنسان أيام مناسبات مثل صيامه شهر رمضان، شهر محرم وغيره؟ الصيام منه صيام مقيد ومنه صيام مطلق. الصيام المقيد مثل صيام أيام الست من شوال، وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء، ويوم قبلها ويوم بعده، صيام الاثنين والخميس، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. هذا صيام مقيد بالأشهر والأسابيع، فيبقى على قيده كما قيده الشرع. وصيام مطلق وهو صيام يوم وإفطار يوم لمن صار عنده قوة على ذلك. إذا صار عنده قوة على ذلك فإنه يصوم يوم ويفطر يوما كصيام داود عليه الصلاة والسلام. نعم.